السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، أهلا بكم. أخباركم إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة قبل ما نتكلم على الفيديو ده، عايزين نعمل اشتراك للقناة ونفعل الجرس ونوصل الفيديو ده لمئة ألف لايك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. يلا بينا على الفيديو. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في سبورتنج المعادي. النهاردة بنتكلم على ملخص في مباراتين اللي قاموا بالأمس، مباراتين فيهم واحدة تحس اللي الكورة ومتعتها وإثارتها الماتش، الناس مش عايزاه يخلص من متعة الكورة ومن أمتع ما يمكن في الكورة العالمية في اليورو 2020. وهما اللقاءين اللي هنتكلم عليهم النهاردة. اللقاء الأول كان بين المنتخب الفرنسي والمنتخب البرتغالي. طبعا المنتخب الفرنسي والمنتخب البرتغالي خلصوا علينا كرويا في عالم الكرة، وكريستيانو رونالدو اللي أصبح هو هداف البطولة حتى الآن، وبنزيمة اللي قدر يسجل هدفين في هذا اللقاء بعد ما كان بعيد جدا عن تسجيل الأهداف من 2015، اللي قدر يستغل بنزيمة يحط جونين في المنتخب البرتغالي، اللي قدر يوصل المنتخب البرتغالي وقدر يوصل المنتخب الفرنسي. أما عن اللقاء الثاني وهو المنتخب الألماني ومنتخب المجر، اللي قدر يوصل المنتخب الألماني على حساب المجر رغم التعادل اللي خلص برضو أيضا بالتعادل، وقدر يوصل المنتخب الألماني كثالث المجموعة مع المنتخب البرتغالي والمنتخب الفرنسي، ويصعدوا ثلاث فرق إلى دور الستاشر اللي هنقول لحضراتكم عليهم مين ومين اللي هيقابلوا بعض في دور الستاشر. ودايما زي ما قلت لحضراتكم في الحلقة الماضية، اللي هنتفرج على كورة من متعتها وإثارتها من بداية دور الستاشر، هنتفرج على منتخبات على أعلى مستوى، هنتفرج على كورة من أروع ما يمكن. كل العالم كله هيقول وهيشاهد وهيتكلم عن تعبيريات يورو 2020. وطبعا النهاردة هنتكلم على دور الستاشر وهنقول مين اللي هيقابل مين في دور الستاشر، اللي هنتكلم عليه ان شاء الله دلوقتي. طبعا عندنا الاربع مجاميع اللي هما 16 فرقة هيتلعبوا في اربع ايام. البداية بتاعتهم من 26/6 و27/28 و29/6 الجاري. طبعا كله هيطحن في كله، كله هيخلص على كله، وطبعا واللي خايف يروح. احنا بقى مش هنقول احنا رايحين نلعب المحلة، احنا رايحين نلعب الاتحاد، رايحين نلعب المصري، رايحين نلعب المقصة، رايحين نلعب زمالك، رايحين نلعب مش عارف مين. كل الكلام ده مش هتلاقيه في الكرة العالمية. الكرة العالمية يا جماعة بيقولوا اللي هيظهر قدامنا هنفرمه، والكرة العالمية ما فيهاش هزار، والكرة العالمية ما فيش أمتع منها. والكرة العالمية دايما الناس النهاردة واحنا قاعدين بنتفرج مشاهدة مش قادر أقول لكم يا جماعة من أروع ما يمكن، والناس مش عايزة الماتش يخلص. الماتش طول ما هو 90 دقيقة، لا الناس عايزة 120 دقيقة، مش 90 دقيقة بس، الناس كلها مستمتعة. ومش قادر أقول لكم متعة الكورة وجمالها في اليورو 2020. اللقاء ان شاء الله اللي هيبدأ يوم 26 هيكون ويلز قدام الدنمارك الساعة 6 مساء، وإيطاليا والنمسا الساعة 9 مساء. ده المباراة الأولى اللي هتتلعب يوم 26/6. يوم الحد اللي هو الموافق 27/6 هيواجه المنتخب الهولندي، هيلاعب التشيك الساعة 6،
والساعة 9 هنتفرج على مباراة قمة، مباراة مثيرة، مباراة روعة الروعة من كل أجواء ومن كل الساحرة المستديرة، اللي هي الكرة العالمية اليورو 2020، وهو المنتخب البلجيكي مع المنتخب البرتغالي. ده اللقاءين اللي هيقوموا إن شاء الله، أو اللي هيتلعب يوم الأحد الموافق 27/6. أما يوم الاثنين اللي هو 28/6 إن شاء الله هيكون كرواتيا قدام أسبانيا، وفرنسا الديوك اللي دايما بيحبوا يفاجئونا بكل جديد ومتعنا في كل جديد ومخليين شكل اليورو 2020 من أروع ما يمكن، هيكون المنتخب الفرنسي هيلاعب سويسرا. ده لقاء يوم الاثنين 28/6. يوم الثلاث اللي هيوافق يوم 29/6 هيكون منتخب الانجليزي، منتخب ابداع الكوره من اول ما اتبدات الكوره، من اروع ما يمكن، وهنتفرج على منتخب اوروبا زي ما بيقولوا، ولاعيبه انجلترا طبعا من احسن الانديه اللي في العالم زي المنتخب الفرنسي ما بنحكي عليه، وطبعا بقالنا كتير جدا ما اتفرجناش على المنتخب الانجليزي اللي هيواجه المنتخب الايطالي الازولي او الازوري بمعنى الكلمه، المنتخب الايطالي اللي هيواجه المنتخب الانجليزي يوم الثلاث الساعه 6 مساء، والساعه 9 السويد هيلتقي بالمنتخب الاوكراني، منتخب اوكرانيا اللي السويد هيواجهه الساعه 9 مساء. فرقه دور ال 16 من امتع ما يمكن، ويلز والدنمارك، ايطاليا والنمسا، هولندا والتشيك، وبلجيكا والبرتغال، وكرواتيا واسبانيا، وفرنسا وسويسرا، وانجلترا وايطاليا، والسويد واوكرانيا. ادي المجموعه اللي هنتمتع بيهم ككوره او هنتفرج عليهم من بدايه السهره الكرويه الجميله زي ما بنقول، وان شاء الله تكون مشاهده ممتعه، ودايما بيفاجئونا كل حاجة حلوة. اللي الواحد مش عايز الكورة بصراحة تخلص، او الوقت كله مش عايزه يخلص، تحس ان انت عايز تعيد من اول وجديد. اللي 16 فرقة هيدبوا بعض بشكل مش طبيعي، كل واحد عايز ياخد اليورو، وكل واحد عايز يوصل، كل واحد عايز يشبط او ينط على الكاس، او مش قادر اقول لكم هيبقى الامور ماشية ازاي. وطبعا ده اللي احنا ممكن نتفاجئ بيه زي ما قلت لحضراتكم، اللي فيه منتخبات هتحسم البطولة بدري بدري من المنتخبات الكبيرة، بس احنا الكرة مش بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، وطبعا ولكل مجتهد نصيب زي ما بقول لحضراتكم، وان شاء الله بإذن الله تكون مشاهدة ممتعة في الاربع ايام اللي هو السبت 26 و27 و28، وان شاء الله تكون مشاهدة ممتعة مع كل جديد تنتظرونا بسبورتنج من المعادي. قبل ما نقفل الفيديو عايزين نعمل اشتراك للقناة ونفعل الجرس ونوصل الفيديو ده لمئة ألف لايك، وإن شاء الله بإذن الله كلنا بننجح بدعواتكم، وطول ما أنتم معانا إن شاء الله الدنيا بتبقى جميلة، ودايما بنبص لقدام في فرحتنا بيكم. انتظرونا في كل يوم فيديو جديد الساعة 8 مع سبورتنج المعادي. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.